اذا سيستم انالوج سيستم يقابل السيستم اللي موجود هنا، فراح احط ترانسفر فانكشن، راح احط ترانسفر فانكشن مباشره. ناخذ اللايبرري براوزر بعدين راح احط هون اول شيء ترانسفر فانكشن وستيب. هاي لاب براوزر، خلينا اول شيء نجيب ستيب فانكشن. هاي ستيب. بعدين بدي كمان ترانسفير فانكشن. ناخذ ترانسفير فانكشن من هون. وين ترانسفير فانكشن؟ ايوه. وترانسفير فانكشن ايش بدها تكون؟ بده يكون فيها فوق 15. هي 15. وتحت راح يكون عندي 1 8 15 مش هيك؟ هي 8 هي 15 هي صارت هاي ترانسفير فانكشن. بعدين بدنا سكوب، ناخذ هون سكوب، بدنا مالتيبلكسر عشان ندخل السيجنال بالثنتين، هاي مالتيبلكسر، وبدي سامين بوينت مش هيك؟ سامين بوينت، هاي سامين بوينت، بدنا جين صح؟ وهلا مش راح احط الكومبنسيتر، مش راح احط البي اي كنترولر، راح اعتبرها كي كنترولر هلا بس. اذا خلينا نبني هذا السيستم، راح اخذ هذا هون هذا هون، هي البروبورشنال كنترولر اه بسيطه جدا. البروبورشنال كنترول عباره عن ايش في الحاله هاي؟ جيم. حتى يكون نيجاتيف فيدباك شو لازم اعمل؟ لازم اغير الاشاره هاي من ماينس من بلس لماينس. راح نرجع هون هلا نغير هذه هاي ماينس، نعمل اوكي، حط ستيب هون. هلا بدنا نعمل الفيدباك، نحط السكوب، هي السكوب هون. راح ادخل الستيب نفسها. ناخذ الاوتبوت من هون. هاي السيستم اكتمل، ضل اخر شيء شو بدي اشوف؟ نشوف الانبوت عشان يبين معي بشكل واضح ستيدي ستيت ايرور. اوكي هيك جاهزين نبدا؟ هنبدا في اي قيمه لك؟ شو مشكله هذا السيستم الان؟ هي نفس المشكله اللي كانت عندي بالديجيتال، طلع قديش ستيدي ستيت ايرور 0.5. هلا الاوفر شوت بسيط، بقدر اضحي شوي بالاوفر شوت. اه ايش نعمل بنزيد؟ زيد كين، زيد كين، اذا بنزيد جدا نزيد الكين، رح نعمله 10 مثلا. هيتحسن عندي ستيدي ستيت ايرور مظبوط، بس شو صار عندي الان؟ اوفر شوت تقريبا 22 32%. طيب هلا احنا بدنا نضلنا نجرب في كي، طبعا كي هو مش الحل، ما راح يكون بروبورشن كنترول هو الحل، بس خلينا اشوف. هلا هون عندي 10، خلينا نجرب 20. في لحظه معينه شو راح يصير السيستم؟ انستيبل. ولهذا لا ما راح يصير، ما راح يصير انستيبل هون بالحاله هاي، لانه تتذكروا الروت لوكس تبعه 90. بس المشكله صار عندي هلا واضح انه المشكله بدي اضحي بشغلتين، يا بدي اتنازل عن الاوفر شوت واضل اصغر هون، وحتى لحد الهون ستيدي ستيت ايرور لسه ماشي واضح ستيدي ستيت ايرور هون عندي، وعندي الاوفر شوت صار عالي كثير. شو الحل؟ احسن حل الامثل انزل اي، بضيف اي كنترولر، بضيف نوع من الانتجريشن. نعم بقول بتزيد الكي وبتحط اي كنترولر. ما هو انت لما تحط اي هلا بدك تضحك، رح تضطر تنزل شوي الكي. فاحنا هلا هون رح نعمله، رح اجيب انتجريتر. الانتجريتر راح اخذه من الكونتينيوس اظن، في عندي انتجريتر، هي انتجريتر. واحنا الانتجريتر كنا نعمله 1 على تي اوف اس، كنا نحط التي تحت مضبوط. خليني احطه هون، خلينا نعمل زوم. هاي هيك عندي السيستم هون، خليني انقله كله.
بعد هاي شوي صار عندي مساحة لهون ممكن أعمل. راح أخلي الكي برا وبعدين راح أحط الآن آخذ من هون هلأ راح أسميها تي آي اللي هي المعامل تبعها واحد على تي آي المعامل تبع باي وجوا راح أحط واحد على الرقم اللي بدي إياه يعني مثلا بعرف شو قديش نقدر نبدأ باثنين هاي هذا جاهز أنا هون بدي كمان صميم يكون أنا المفروض مساحة وسعتها حالي شوي بس مش مشكلة. هلا إذا بتطلع هون عندي تو برانشز. بس غير الإشارة دكتور. الإشارة صحيح لأنه بدنا نجمعها. هي انا هون دخلت كنترولر، هذا كنترولر. في لوكين مشتركة وجوا في واحد زائد واحد على تي اي اس، هذا بنسميه الاي، هذا الاي تيرم، هذا البي تيرم وانا حاطط الكي برا. ميزة اني احط الكي برا لما بدي ابدا ارسم الروت لوكس بضلها نفس الكي. احسن من انك تحط كي هون وكي هون. الكي هاي هي نفس الكي لكل السيستم، صار في عندي ترانسفير فانكشن جديدة هيها. هي صار عندي ترانسفير فانكشن جديدة. وهون في عندي ضلت كي وبغير الكي برسم اذا بدي ارسم رول بلوكس برسمه بنفس الطريقه. اذا هون احنا جاهزين نبدا هلا ما بعرف شو رح يطلع معي، بدنا نشوف في البدايه خلينا ننزل الكي الرول. رح ننزل الكي لخمسه وراح اخلي التي اي كبيره في البدايه لو انت بتعمل تيوننج حقيقه بتخلي التي اي كبيره لانها تكون كبيره بكون اثر الاي اقل لانها واحد على تي اي. كل ما بصغر تي اي بصير الاثر تبعها اكثر فخليني ابدا مثلا بقيمه واحد على 20. هلا نبدا شوي شوي نعمل تيونينج. اذا نبدا طبعا نشوف الريسبونس تبع السيستم. لاحظين اثر الاي، وين اثر الاي؟ في انتجريتر عم بيشتغل بخفف الستيدي ستيت ايرور، بس هلا مشكلته بطيء. فحتى اسرع الاي ايش بعمل؟ بصغر الرقم هذا، لانه هو في المقام مش في البسط. نعمله 10 وخلينا نعمله 5. وبعدين راح اضطر ازيد الكي كمان. هي واضح الان بقدر ازيد الكي. نزيد الكي ل 10. نعملها 2. كان انزل الكي شوي اخفف من الاوفر شوت. طبعا اذا بدي اتحكم بالاوفر شوت شو بقدر اضيف كمان في تيرم ثالث شو هو دي. بس انا هلا مش رح ادخل الدي رح اكتفي بهاي فراح انزل هاي 5 وهلا ممكن ارد ازيد اي شوي. يعني هذا مقبول الان الريسبونس. ملاحظين هاي الاي عم بيشتغل هون الاي عم بخفف ستيدي ستيت ايرور في النهايه راح يروح بس في طبعا انيشال ايرور الاوفر شوت تقريبا هلا اقل من 10% لانه هي 20 تقريبا هي 10 فحوالي 80 هلا لو بدخل الدي كمان بقدر كمان اخفف من ازيد كي واخفف من الاوفر شوت بنفس الوقت ماشي واضح؟ هلا هذا بيقابله نفس الشيء في عندي بي اي دي كنترولر موجوده في الديجيتال ممكن ابني بي اي دي كنترولر بالديجيتال بنفس الطريقه ببنيها وفي لها ترانسفير فانكشن اذا هيك